في أحد البلاد البعيدة وقعت قصتنا هذه. كان يعيش طحان له 3 أولاد ذكور، ولما مات قسمت أملاكه القليلة على أبنائه 3. فالولد الأكبر كان من نصيبه المطحنة، والأوسط كان الحمار من نصيبه، ولم يبق للأصغر إلا قط صغير فأخذه عن طيب خاطر ورضا. تشرفنا، كيف حالك؟ ياو. هل ظننت أيها الفار أنك تستطيع الهرب مني؟ هيا أيها القط، لقد أحضرت الطعام. سأدعوك الآن لأن سيدي حضر. تفضل طعامك أيها القط. وأين طعامك أنت يا سيدي؟ أنا لست جائعا الآن. أعلم أنك فضلتني على نفسك وأتيتني بالطعام. دائما علي أن أضحي يا قط. حصل أخواي على أشياء مفيدة وحصلت على هذا القط. إنه لا يجيد فعل أي شيء إلا صيد الفئران. سيدي، ها؟ سمعت ما قلت. آسف، لم أقصد الإساءة. لا تأسف أبدا، فلقد شجعتني بكلامك هذا. لحظة، سأثبت لك أنني مفيد جدا. أعطني كيسا وجزمة كي أستطيع المشي في الغابة بين الأشجار، وبعدها سترى مواهب الفتى. تريد كيسا وجزمة؟ أجل، أريد كيسا وجزمة. أم أنك ترى أن هذا الطلب صعب تنفيذه؟ هيا لا تتردد وسترى أنني مفيد جدا لك يا سيدي. وأحضر ماهر للقط الذي لا يجيد إلا صيد الفئران كيسا وجزمة ليرى ما الذي سيفعله بهذا الطلب الغريب. عجيب، قط يلبس جزمة وجزمة جميلة أيضا. ما أجمل هذه الجزمة الحمراء. أحييكن أيتها السيدات الفاضلات. أين تذهب بهذه الجزمة أيها القط؟ اذهب إلى حيث تشاء ما عدا تلك الجهة من الغابة. ولما لا أذهب إلى تلك الجهة؟ لأن في هذه الجهة يسكن ضخم شرير في قصر كبير أسود. إنه ماكر وشرير وقاس جدا، حتى إن أحد الغرباء اقترب من قصره فأخذه ومزقه وفصل عظمه عن لحمه. إنه الضخم، فهل تعلم ماذا يعني الضخم أيها القط صاحب الجزمة؟ اسمه مدهش. ماذا قلت؟ إنه مخيف. أشعر بالرعب كلما تذكرت اسمه. أشكركن على النصيحة، وداعا. هل سأثبت لسيدي أن حظه من إرث أبيه كان الأوفر؟ فجلي سيكون لا حدود له إن رجعت أمامه عن الوعد الذي قطعته له بأنني مفيد جدا وأجيد أشياء كثيرة. مللت من الانتظار. نجحت قطتي الذكية. جيد، لم يبقى علي إلا تنفيذ الجزء الثاني من خطتي الذكية. وبعد أن أمسك القط أبو الجزمة بالأرنب حمله في كيسه واتجه إلى المدينة حيث يقع قصر الحاكم. لم يضيع القط الوقت بلا فائدة، فقد ذهب من فوره إلى هناك ووقف أمام قصر الحاكم وطلب لقاءه. مرحبا أيها الحارس. هنا هنا من الأسفل. ماذا تريد أيها القط؟ أنا القط أبو الجزمة، خادم الوجيه قرنبيطة. لدي أمر هام سأعرضه على السيد الحاكم. ها؟
الوجيه قرنبيطة؟ اسم غريب جدا، لم أسمع باسمه من قبل. ماذا؟ لم تسمع باسم الوجيه قرنبيطة؟ إنه النبيل قرنبيطة يا رجل. عفوا أيها الحارس، هل هو من وجهاء الدولة؟ بل أوجه الوجهاء بعد سيد الحاكم بالتأكيد، وأنا خادمه المطيع بلا فخر. إذن سأخبر الحاكم. الجزء الثاني من الخطة. تعلمون لماذا لم يعرف الحارس الوجيه قرنبيطة؟ الجواب سهل، لأن هذا الاسم هو الذي اختاره القط أبو الجزمة لماهر، وذلك كي لا يؤذي ماهر. هل قلت خادم الوجيه قرنبيطة؟ ومن يكون الوجيه قرنبيطة هذا يا أبي؟ لا أعلم، من هو أيها الحارس؟ قد جاء يا سيدي. أقدم طاعتي وولائي لسيدي حاكم بلادنا. نرحب بخادم الوجيه قرنبيطة في بلادنا. خادم الوجيه قرنبيطة؟ هذا مضحك. تحياتي لك أيتها الأنسة المحترمة. سادتي، أرسل معي سيد الوجيه قرنبيطة هذه الهدية المتواضعة. كيف عرف أنني أحب الأرانب؟ سيد الوجيه يعرف جميع ما تحبونه، وهو يحبكم كثيرا، ولقد أمرني أن أحقق لكم كل ما تتمنون. تعال أيها الأرنب الجميل، انظر يا أبي، جميل؟ انقل شكرنا إلى الوجيه قرنبيطة على هديته. بكل سرور، سوف يفرح سيدي كثيرا عندما يعلم أنكم قبلتم هديته المتواضعة. أبلغ الوجيه قرنبيطة تقديري الخاص للطفه. سأبلغه بتحياتكم الحارة. وفي كل مرة كان القط يذهب إلى الغابة ويمسك شيئا ويأخذه إلى قصر الحاكم ويقدمه إليه على أنه هدية من الوجيه الثري قرنبيطة. نتعبك بإحضار الهدايا من الوجيه قرنبيطة، فشكرا لك. ولا تعبكم راحة، وأنا مستعد لفعل أي شيء تطلبونه يا سيد الحاكم. إذا كان الأمر كذلك نريد أن نلتقي به، صحيح يا ابنتي؟ إنه واجبنا، نريد معرفته. حسنا، أنا متأكد أن هذا الأمر سوف يسعد سيد الوجيه قرنبيطة. أين يذهب هذا القط كل يوم؟ تصرفاته غريبة جدا. مرحبا، لم يبقى إلا القليل لأحقق النجاح لك. أنت تحلم. إنه قصر الضخم. حسنا، بلغنا المرحلة الخطيرة من الخطة الذكية، ويجب أن أكون حذرا. وفي يوم العطلة أخذ الحاكم ابنته إلى ضفة النهر للتمتع بالأشجار والأزهار والرياحين التي تتفتح هناك، وما إن سمع القط بذلك حتى أسرع وأخذ سيده ماهر إلى النهر. مابك، لماذا تدفعني هكذا أيها القط؟ توقف، قلت توقف. سيدي كف عن التذمر، الجو جميل اليوم ومناسب للتمتع بالمياه. هيا يا سيدي. ألا تكف عن المزاح؟ انتظر. لا 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 أستطيع، الماء بارد. انتظر. حتى الحاكم، هيا تحرك يا سيدي. لا أفهم ما تقول. لا وقت للسرق. سامحني يا سيدي، ستعلم لاحقا أنني كنت أعمل لمصلحتك. لماذا فعل بي هذا؟ تمهلوا، لا تبتعدوا أرجوكم، فسيدي الوجيه قرنبيطة في أمس الحاجة إليكم. هل ذكر الوجيه قرنبيطة؟ يا له من اسم مضحك. مرحبا أيها الوجيه قرنبيطة. ماذا؟ أنا قرنبيطة؟ نعم نعم، أنت الوجيه قرنبيطة ولا أحد غيرك يا سيدي. لماذا يقول هذا القط الخرف عني إنني قرنبيطة؟ هل أصابه الجنون؟ ماذا تقصد بقولك أن اسمي هو قرن... اصبر اصبر قليلا أيها الوجيه قرنبيطة. أيها القط، أنا لست قرنبيطة. سيدي الحاكم، أقدم إليك معلمي الوجيه قرنبيطة. في الحقيقة يا سيدي، أنا لا أفهم ماذا كنت قبل أن أكون. أنت الوجيه قرنبيطة. أخرج من الماء أيها الوجيه. يؤسفني يا سيدي الحاكم أن معلم الوجيه قرنبيطة لا يستطيع مغادرة الماء الآن، فقد نزل إلى الماء ليستمتع به في هذا الجو الجميل، وفي هذه الأثناء فقد معلم الوجيه ثيابه الغالية الثمن، وعلينا الآن يا سيدي أن نحضر له ثيابا أخرى غير تلك الثياب، وقد يتطلب هذا الأمر وقتا طويلا، ولهذا نعتذر إليكم. حادث مؤسف حقا،
أحضر للوجيه قرنبيط ملابس فاخرة أيها الحارس. حاضر سيدي. هذا أنا؟ لا أصدق. يناسبك حقا. رائعا أيها الوجيه قرنبيطة. ها؟ ما رأيكم الآن أن نتمشى في هذا البستان يا سيدي؟ فلا شك في أن أمتع وقت للمشي يكون الآن، وحول هذا البستان توجد مجموعة من البساتين الجميلة، ويشرفنا أن نتمشى معكم يا سيدي الحاكم، فتفضلوا. أنا موافق أن نتمشى. لقد أوقعتنا في ورطة كبيرة. ماذا قلت أيها الوجيه؟ أن نتمشى؟ الآن سترى الجزء الآخر من خطتي الذكية. أنا سأمشي أمامكم وسأدلكم على الطريق بنفسي يا سيدي الحاكم، فاتبعوني. كيف سأتخلص من هذه الورطة؟ مشى ماهر برفقة الحاكم وابنته على الهضاب الخضراء، وكان القط أبو الجزمة يسير أمام عربة الحاكم ليدلهم على الطريق كما زعم. في الطريق إلينا عربة كبيرة يا رجال. ترى لماذا أتت هذه العربة إلى هنا؟ مرحبا أيها السادة. ماذا تريد أيها القط؟ جئت إليكم كي أنبهكم وأقول لكم إن الحاكم قادم في الطريق، فإذا سألكم عن صاحب هذا البستان فقولوا الوجيه قرنبيطة. الوجيه قرنبيطة؟ ما الذي يجبرنا على أن نقول ذلك للحاكم؟ الذي يجبركم على ذلك أنني سأخلصكم من الضخم. ما رأيكم الآن؟ ستنفذون أم أترككم يتحكم فيكم الضخم؟ أجيبوني هيا. سمعت من زوجتي أنه دخل إلى غابة الضخم قبل مدة قصيرة قط يلبس جزمة حمراء، وأظن أن هذا القط الواقف أمامنا هو ذلك القط صاحب الجزمة. ماذا سنفعل الآن؟ إذا لم نساعد القط فسيبقى الضخم يتحكم في معيشتنا جميعا. ما أجمل هذا البستان. إن زهوره جميلة. أخبرني أيها الفلاح، لمن هذا البستان الجميل؟ ملك للوجيه قرنبيط يا سيدي. هذا جيد، أراه بستانا كبيرا جدا. هذا صحيح، وللوجيه قرنبيط قط ذكي جدا يلبس جزمة حمراء. كل هذا من تدبيرك أيها القط الذكي. أنت محظوظ جدا بهذا القط يا قرنبيطة، أنت تستحقه. أشكرك على هذا الإطراء يا سيدي الحاكم. هيا اتبعوني سأدلكم على الطريق. واستخدم القط أبو الجزمة الحيلة نفسها في كل الأماكن التي زارها الحاكم، وكل الناس يقولون إن هذا ملك للوجيه قرنبيطة. فازداد الحاكم فرحا وسعادة لأنه قد عرف هذا الوجيه الشاب والثري قرنبيطة، وكانت ابنته لا تقل سعادة عن أبيها. أنا في منتهى السعادة والفرح لأنني قد التقيتك أيها الوجيه، ولكن قل لي لماذا اسمك قرنبيطة؟ سلي القط. أما القط أبو الجزمة فقد دخل إلى عمق الغابة، وكان يريد أن يخلص الفلاحين من الضخم الشرير الذي كان ظالما جدا وثريا جدا. في الحقيقة لم تكن تلك البساتين التي زارها الحاكم إلا ملكا للضخم الشرير. وصلت أخيرا إلى قصر الضخم الشرير. ما هذا الصوت المزعج؟ إنه مخيف. علي أن أكون أكثر شجاعة، وعلي أن أخلص الفلاحين كما وعدتهم. سيدي الضخم افتح. هل أنت هنا؟ افتح من فضلك. فرجت يا سيدي الضخم. من ينادي؟ ألن تقول لي من أنت؟ أنا غريب، مررت من هنا مصادفة، وعندما رأيت هذا القصر تعجبت من جماله الذي لم أرى مثله، وعلمت أيضا أنه قصر السيد الضخم المحترم، فقلت في نفسي ليس من اللباقة أن أمر من هنا ولا أسلم على السيد الضخم. تفضل بالدخول أيها المهذب. هيا تشجع لكي تفي بوعدك.
حسنا، القط أبو الجزمة قادم ليتشرف بلقائك يا سيدي. القصر مظلم جدا، فكيف سأجدك؟ مرحبا يا سيدي الضخم، لقد سمعت عنك كثيرا، سعيد بلقائك. ولم يقولوا لك إن الاقتراب من قصري ممنوع؟ على كل حال، حدثني عما يقولون عني في الغابة والمدينة. كما تريد، لا يمر يوم إلا والناس يتحدثون فيه عنك وعن أملاكك وقوة شخصيتك وبراعتك. بصراحة أنت مدهش جدا. أنت تبالغ. لا لا، في الحقيقة أنت مدهش جدا، ولا سيما قوتك العجيبة. أنا قوي جدا. وهذا هو بيت القصيد يا سيدي، لقد جئت قاصدا إلى هنا كي أرى هذه القوة عن قرب. أتشك في قوتي أيها القط؟ إذن سأريك الآن، انظر وراقب كيف أستطيع الظهور بالشكل الذي أريده. أستطيع أن أتنكر على شكل أي حيوان. مذهل، وكيف يتم ذلك؟ هذا سهل علي. سأريك أول تنكر أيها القط الصغير. والآن أيها القط، كن مستعدا وانتبه جيدا، لأنني سأبدو لك شيئا كبيرا جدا. هذا رائع جدا، حقا أنت بارع. أما الآن فسأريك شيئا أكبر من الفيل. كيف وجدت قوتي أيها القط؟ أهنئك، فهي رائعة وجيدة وممتازة. اقتنعت 100% بقدرتك على الظهور بأشكال مختلفة. وماذا تريد أن ترى أكثر من ذلك؟ لحظة، لا، ليس هذا كل شيء. ماذا؟ أتطلب شيئا معينا حتى تقتنع بقوتي أيها القط؟ هيا اطلب حتى أنفذ وترى أنك قد أخطأت، لأنك شككت في قوتي، وبعد ذلك سأعاقبك عقابا قاسيا لم يره أحد. أنا موافق. إذن قل ماذا تريد. أريد شيئا صغيرا، فهل تستطيع أن تظهر على شكل شيء صغير جدا؟ حسنا، اختر شيئا صغيرا. كلب أو قط مثلي، ما رأيك أن تظهر على شكل فأرة صغيرة؟ وعندئذ سأقتنع بقوتك قناعة تامة. سأظهر بشكل فأرة صغيرة، وأرجو أن تقتنع أيها القط. انظر، ها أنا ذا أمامك. ماذا تقول الآن؟ هل اقتنعت بقوتي أيها القط؟ ليس بعد. إنك فأر لذيذ. سأكلك الآن. أكل القط أبو الجزمة ذلك الشرير بعد أن خدعه وجعله يظهر بشكل فأر صغير. عند ذلك ذهب الدخان الأسود من أجواء القصر، ونبتت الأشجار والرياحين من جديد، وتحول القصر القبيح إلى مكان جميل. هذا القصر كبير وجميل وواسع جدا، من يملكه يا ترى؟ أهلا بكم في قصر الوجيه قرنبيطة. ها؟ ماذا قلت؟ هذا القصر للوجيه قرنبيطة؟ تكلم. نعم نعم يا سيدي الحاكم. أتعيش وحدك في هذا القصر؟ في الحقيقة أنا. مرحبا بعودتك إلى قصرك. أشكرك على هذه الوجبة اللذيذة أيها الوجيه قرنبيطة. لا شكر على واجب سيدي الحاكم، وأهلا بك. والآن قل لي، من أين أتيت بكل هذا؟ وكيف حصلت على هذا القصر؟ لم يكلفني الحصول على هذا القصر إلا تناول فأر. أمسكته بيدي هاتين ثم وضعته في معدتي لأصير خادم الوجيه وتصير أنت الوجيه قرنبيطة. وهكذا صار ابن الطحان الصغير وجيها، ولصق به ذلك الاسم الوجيه قرنبيطة، ثم تزوج بابنة حاكم البلاد. أما القط أبو الجزمة فصار قطا وجيها أيضا، وصار يأكل اللحم المشوي، ولم يعد يصطاد الفئران إلا في أوقات فراغه.